هحط فيها اسم مصر. جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 534 لسنة 2018 قرر المادة الأولى منح وسام الرياضة من الطبقة الأولى لبعثة المنتخب القومي للإسكواش بمناسبة حصولهم على المركز الأول ببطولة العالم للفرق الرياضية التي أقيمت في الصين. المدير الفني عمرو مصطفى شبانة. اللاعبة نور عاطف أحمد زكي. اللاعبة رنيم محمد ياسر سعد. اللاعبة نور محمد الطيب ناصر. اللاعبة نوران أحمد محمد إبراهيم. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 2018 قرر المادة الأولى منح وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لأعضاء فريق كرة القدم للآنسات بمناسبة الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم الموحدة النسائية للأولمبياد الخاص شيكاغو 2018. وهم المدير الفني دكتور إكرامي عبد العاطي معبد الجمال، المدربة فايزة حيدر النادي، اللاعبة ياسمين محمد حسين أحمد سليم، اللاعبة ياسمين عبد الرابي محمود أحمد، اللاعبة هدير أشرف عبد الستار جاد، اللاعبة آية أحمد عبد الحميد مأمون، اللاعبة سما أحمد أحمد لطفي، اللاعبة رحمة رمضان عطية رمضان حنفي، اللاعبة بسنت عبد العزيز محمد أحمد محمد، اللاعبة شروق سيد عبدو فرحان، اللاعبة علياء شكري محمد إبراهيم الزنوكي، اللاعبة ميرنا محسن عبد الغني محمد يوسف.